مشاهدي الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الرياضه. منتخبنا الوطني الذي خاض مباراته قبل ايام امام كوريا الجنوبيه وخسر بهدفين مقابل هدف واحد، هو مطالب يوم غد الفوز في المباراه التي ستقام مع المنتخب اللبناني وبأي شكل من الأشكال. تصفيات كأس العالم كشفت الكثير والكثير من المستور من خلال تجهيز المنتخبات الوطنية وأيضا العملية الاحترافية التي شاهدناها بأم العين، الفرق الكبير ما بين الاحتراف الأوروبي والاحتراف في دول الخليج. لاعبي منتخبنا الوطني كيف يتعاملون مع المعسكرات الرياضية التي يقيمونها في الخارج، وكيف يتم دائما وابدا الاهتمام بهذا الموضوع من خلال الاستفاده من المعسكرات؟ يجب الكلام في هذا الموضوع مع احد لاعبي منتخباتنا الوطني اللي فعلا لعب حوالي 8 سنوات من القرن الماضي في اواخر الثمانينات الى منتصف التسعينات من القرن الماضي. ما هي الخبايا؟ ما هي الخفايا؟ كيف يرى مستوى المنتخب الوطني في مسيره تصفيات كاس العالم؟ وايضا كيف يرى مستوى الدوري السوري؟ وكيف يرى الاستفاده التي استفاد منها ولده في أوروبا من خلال عملية احترافية منذ الصغر؟ أيضا كيف يرى مستوى الدوري لنادي جبلة وهو ابن نادي جبلة؟ على كل حال، كل هذه التفاصيل لكن بعد الفاصل. من جديد مشاهدي الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيز لحلقة اليوم وبعد غياب أعتقد ليس بطويل لأنه في القلوب دائما. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيز الكابتن مناف رمضان، لاعب منتخبنا الوطني السابق ولاعب نادي جبلة سابقا ومدرب نادي جبلة سابقا. أهلا وسهلا فيك كابتن مناف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، كيف أحوالك؟ تمام، سعد أوقاتك أنت وكل اللي عم يشاهدونا ومعنا هلا على الهواء. أهلا وسهلا فيك. الحمد لله. هلا يعني كيف بتحس انه مثلا عوده لاعب منتخب وطني بعد غياب على الاعلام الرياضي، وخاصه انه الكابتن مناف لم يغادر الاعلام حقيقه، لكن اعتقد في سفره اخيره كانت الى اوروبا والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. حقيقه انا سعيد كثير بظهوري معك اليوم ونحن في خضم يعني اجواء رياضيه، اجواء يعني حماسيه، واجواء يعني إلى حد ما شوب التوتر والآمال والآلام أيضا بالمشاركة أكيد اللي هي محطة اهتمام كل الشعب السوري، مشاركة منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة كأس العالم قطر 22. حقيقة أنا من 6 سنوات 2015 تحديدا حتى اليوم تواجدي ما بين إيطاليا وما بين سوريا نتيجة يعني ظروف وجودي مع عمار الله يحميه، لاعب منتخب وطني يعني عمار، وفي الرحلة الاحترافية اللي بدأ بال 2015 وأيضا أنا يعني عندي عمل كمان في الفترة الأخيرة كان مع أكاديمية رديفة للميلان بأكاديمية شيميانو بمدينة ميلانو بإيطاليا. جيد. أيضا مع بتجربة جديدة وبرحلة جديدة كمان إن شاء الله في كتير أمل وتفاؤل نتكلل بالنجاح مع مجد ابني الأصغر المواليد 2005 حاليا بأكاديمية رديفة، الأكاديمية نفسها اللي طلع منها عمار واللي أنا حاليا موجود فيها كمشرف على تطوير المواهب الفردية في الأكاديمية كمان بمدينة ميلانو. بمدينة ميلانو طبعا ميلانو، نفس أكاديمية شيميانو اسمها. أهلا وسهلا فيك كابتن مناف. أهلا وسهلا. هلا نحن متعودين يعني أنه الكابتن مناف من خلال الصورة الجميلة اللي رسم في أذهان السوريين في ثمانينات القرن الماضي وخاصة مع نادي جبلة، جمهور جبلة يحب هذا الرجل، وأعتقد الكثيرين يعودون إلى الماضي من خلال فيديوهات مصورة للكابتن مناف رمضان من أجمل الأهداف في التاريخ ليس فقط في سوريا وإنما في العالم. كابتن، بس تشوف اللقطة هاي الفريدة من نوعها وتعليق المرحوم عدنان بوزو على هدفك، يعني شو بتدابك شعور يعني او لحظات من هذا الموضوع؟ حقيقه في يعني لحظات بتضل خالده بالتاريخ ما ممكن تغادر مخيله اللاعب او اي انسان عطى وقدم في مجال معين او ابدع في مجال معين او اتيحت له الفرصه انه يكون يعني يقدم يعبر عن الموهبه، عن الشغف، عن حبه لكره القدم. كانت لحظة تعبير صادقة عن شغف كان كتير كبير
يحدوني وآمال كبيرة من منذ الصغر، يعني من عمر الطفولة، من أول يوم يمكن وعيت فيه على الدنيا وبلشت بلش الإدراك عندي كان عندي هذا الشغف، كان عندي هذا الحماس، فكانت لحظة كثير مهمة مفصلي، ومثل ما قلت لك يعني عبرت عن كثير موهبة وعن كثير كان شغف وعن كثير رغبة في الظهور. جيد، هلا بيقول انه الهدف اللي سجلته يوم هو كان بوابة العبور للمنتخب الوطني. لا، انا كنت مدعو للمنتخب الوطني قبل الهدف، وقبل اصلا مشاركتي مع بالبطولة. يعني انا كنت في نادي الحرية بال 88 وانتقلت لنادي جبلي على سبيل الإعارة في 1988 للمشاركة فقط بتصفيات المؤهله لبطوله الانديه العربيه. الانديه العربيه، نعم، في اقيمت بالامارات النهائيات وكانت بدايه الرحله واستمرت. هل على الضفتين الاردني كان الهدف يعني؟ نعم الضفتين الاردني. والله شوف، يعني دائما نحن بنشوف اهداف عالميه، بس مثل هيك هدف انا في توقعاتي صعب انه يجي مثله الحقيقه. في يعني انا يمكن ذكرت انا وياك يمكن بحديث قبل لقائنا بفترة قصيرة أنه أو ما بعرف يمكن أحد وسائل الإعلام أنه أنا هذا الهدف تقريبا سجلت 8 أهداف إلى 10 أهداف يعني بالضبط، يعني قريبة جدا من هذا الهدف وفي بعضها يمكن يعني يوازي في الصعوبة، إنما للأسف بعض الأهداف ما كانت مسجلة وكان تعرف نتيجة يعني بالدوري كان أو مع بس هذا الهدف يعني هذاك الهدف يعني كان فيه روح طبيعة المرحلة والوقت اللي كان عم يمر، التوقيت، الظرف اللي إجا فيه الهدف كان هو ظرف مميز أيضا أضاف لهذا الهدف رونق وجمال وعطاه بعد بعد اجتماعي مهم، بعد يعني صحيح كموهبة يعني كتجلي، كانت هي طبيعة الحركة ما كانت كثير يعني هوائية، كانت ما كانت كثير مطروقة وما كانت معروفة يعني بداك الوقت، صحيح، على نطاق ضيق طبعا، ما نقول نحن هي أول حركة، لا أكيد يعني، بس تجلت بهالصورة هاي وجدت بهاللحظة هاي كانت كثير مميزة، إنما أنا قلت لك كان قبل وبعد مارست نفس اللعبة وسجلت منها أهداف وفي بعض منها ما أجا أهداف، إنما جيد. كانت لحظات يعني مميزة ويعني يعني حس الإبداع لازم ما ينقطع عند اللاعب، لاعب دائما يعني مو دائما لعبة كرة القدم ما فينك تحصر دائما كل شيء فيها، يعني 1+1=2، أنت ما أنك قاعد على طاولة هو أرضية الملعب يعني تحل مسألة رياضيات، في ظروف لعبة بتجي في هون، هذا التمييز، هذا اللاعب حضوره الذهني، قدرته على الإبداع، قدرته على التعامل مع المواقف في طريقة مختلفة هي اللي بتنتج هذا العمل. هلا إذا بدي أدخل مباشرة لمباراة منتخبنا الوطني بتصفيات كأس العالم ومسيرة المنتخب كيف بتشوفها، أيضا الخسارة مع كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف واحد وكان كل الناس معولية على المباراة، أنت لاعب منتخب وطني فلذلك هذا أكيد تعرف كل حقيقة المسائل المتعلقة حقيقة أنا يعني اليوم في مشكلة، إحنا عنا في مشكلة في معالجة في مشكلة في طريقة معالجتنا لهذا الوضع، لهذا الواقع اللي إحنا فيه، في مشكلة في طريقة نظرتنا وتعاطينا مع هذا الواقع، هذا اللي دائما نحن يعني اليوم إذا بترجع بالتاريخ لورا من 40 سنة اليوم نحن عم نعاني من نفس المشكلة، نعم، عم ندور بنفس الحلقة المفرغة وهي عم يتكرر وهي، نعم، إنه دائما نحن منجهز حالنا قبل 4-5 شهور وما بعرف على أي معطيات نحن منروح ونقول نحن منتأهل على كأس العالم اليوم، ما بفهم، نعم. أنا اليوم أنت عم تلاعب كوريا، اللي أنا بدي أجيب مثال فقط كوريا الجنوبية اليوم كوريا الجنوبية بمثال بسيط يعني، نعم، عندها 175 لاعب محترف خارج كوريا الجنوبية، 50 منهم عم بيلعبوا 50 لاعب كوريا جنوبي عم بيلعب بالدوريات الخمسة الكبرى، الثلاثة الكبرى، أحد خمسة الدوريات الخمسة الكبرى في ألمانيا، بإسبانيا وبإنجلترا. نعم. شيل على جنب الموضوع يعني ناهيك عن الموضوع الفروقات المادية واللوجستية والبيئة كيف انت بدك تروح باي طريقه، شو عندك انت حتى تروح تواجه كوريا وتفوز عليها؟ يعني اليوم عندك محترفين ايضا كابتن مناف، عندك محترفين، تمام، انا ما بدي اليوم لا برر لحدا ولا بدي لوم حدا، نحن المفروض نعالج اليوم هذا الملف بطريقه مختلفه تماما اذا بدنا نفكر في المستقبل ونفكر نطلع من هاي الحلقه المفرغه قلت لك اللي عم ندور فيها ودائما نشتر نفس الاخطاء ودائما مندور على يعني الامور عم ندور على المظاهر الألم، ما عم ندور على حقيقة الوجع جوا، شو لازم يصير، شو اللي عم يصير، نعم، شو المشكلة، وين نحن مشكلتنا، إذا عطينا أيدنا على المشكلة اليوم. كابتن مناف، أنت لاعب منتخب وطني،
كيف ممكن نتعامل مع مستجدات الكرة العالمية؟ هذا ملف كتير كتير مهم وكبير كتير، ولا يمكن نحن نختصره بلقاء أو بحديث من نص ساعة أو من ساعة أو من ساعتين أو من ثلاث ساعات. هذا موضوع المفروض يصير يكون ياخذ بعد وطني، يكون في مركز ابحاث يبحث في هذا الموضوع ونرجع نعالج نغير طريقه اسلوب تعاطينا مع كره القدم اليوم، مع كره القدم، مع واقع كره القدم، البيئه الكرويه اليوم، البيئه الرياضيه اللي عم نعيش فيها نحن للاسف في بلدنا هي بيئه مشوهه، بيئه ناقصه، بيئه يعني ما لا تمثل اي يعني لا تمثل عوامل الانجاز باي طريقه. طيب شو اللي كابتن مناف، شو اللي اثر انت ساعه كنت لاعب بمنتخب وطني، شو اثر على عقليه لاعب، انت عقليتك كيف اثرت فيها؟ انا يعني شوف اليوم نحن يعني حكينا احنا من اول يعني من يمكن من بدايات تواجدنا في التصفيات ومشاركتنا في هاي البطوله اللي مهمه اللي هي اهم حدث كروي على مستوى العالم، لليوم عم نوقع في نفس الاخطاء، بس تختلف الشخصيات وبتختلف الظروف وبتختلف الاشكال والطرق. نعم. انما الجوهر واحد، المشكله هي واحده، المشكله لازم نحن نغير تعاطينا مع طريق تعاطينا مع كره القدم، مع شيء اسمه واقع كره القدم اليوم. كره القدم اليوم هي استثمار. نعم. هي اقتصادات، هي امبراطوريات ماليه كثير كبيره، هي تخطيط وتنظيم واداره جيد. هي مستوى عالي من التنظيم. الكرة القدم بالطريقة اللي احنا متعاطى فيها اليوم، شو المعطيات اللي عنا احنا، شو المعطيات اللي عنا حتى نروح نحن نفوز على كوريا الجنوبية وين انت يعني المفروض انت عند بدك تروح على بطولة او على تنافس فريق، بدك تطلع حط موازين قوى بكفتين ميزان وشوف. هلا كنت متفائل بالفوز على كوريا الجنوبية او حتى التعادل؟ ابدا، ممكن تصير مرة، ممكن انا ما بقول، ممكن في ناس اللي بيطلع بيقول لك انه ممكن انا كنا نتعادل باللعبة، تعادلنا واخر لا اوكي، بس تشوف مجريات اللعب. انا مو هذا اللي عم ناقشه، ممكن احنا قدمنا اضاءات من خلال منتخباتنا الوطنية مختلف الفئات العمرية. نعم. انما كانت هاي انجازات فردية، ما والدليل ما استمرت، ما تكرست لحتى تكرس انت الانجاز، عوامل الانجاز، عوامل لحتى تقوم تقول بدي اعمل انجاز، تكون تحضير، في تخطيط، في طيب في مواكبه لليوم. نعم. لا 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 طريقه عم تندار فيها كره العالم على مستوى العالم، طريقه يعني تختلف كليا عن اللي احنا عم نفكر فيه اصلا. هلا انت عم تدور على الاستقرار ولا كيف؟ يعني انه على زمانكم كان في استقرار بهالعمليه بتجهيز المنتخب الوطني، كان في استقرار؟ هلا احنا مثل ما يعني اليوم شوف فينا نقول نحن كانت الفروقات الى حد ما، خلينا نقول اذا بدنا يعني الحقبه، نحكي عن الحقبه اللي كنا فيها نحن واليوم. نعم. بدنا نقول صار في اختلاف، العالم عم بيمشي للامام، الناس اليوم عم تتطور، اليوم في المستويات، التفاصيل صارت مهمه اليوم في كره القدم. جيد. في عالم الرياضه، في عالم الاعلام، في الاقتصاد، صارت تفاصيل كثير مهمه، صار عم يحاولوا يبتكروا تفاصيل كثير انت احيانا ما بتفكر فيها لحتى يرفعوا المستوى يمكن جزء من 1% حتى نقدر. التميز صار بهالطريقة، نحن اليوم الأساسيات ما عندنا يا أستاذ أحمد اليوم. نحن يعني قصدك البنية التحتية مثلا أو الفئات العمرية، البيئة الرياضية اللي نحن عم نمارس فيها، اللي عم ندير فيها كرة القدم. الحقيقة بيئة عفى عليها الزمن للأسف. ما اليوم نحن أنت يعني شو عم نعيش حالي احتراف، تقول دوري محترفين، أنت مثلا ما أنتجت بيئة قائمة على أسس متيني اليوم من التخطيط، من التنظيم، من الإمكانيات المالية، ما تقدر تنتج منتخب قوي. هلا بكل صراحة، بكل صراحة، هل يعيش الدوري السوري حالة احترافية؟ أبداً أبداً، مو معناتها إذا أنت اليوم بس اللاعب بياخذ مصاري آخر الشهر راتب أو المدرب أخذ راتب معناها صرنا نحن محترفين. وين 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 في 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 عوامل أهم ومؤثرة أكثر بألف مرة من هذا الموضوع. هذا الموضوع بيجي نتاج لا 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 لهيكلية معينة، هيكلية اقتصادية، تنظيمية، إعلامية، ممكن من خلالها أنت تطلع منتخب قوي أو تصنع دوري قوي. مثلا خلينا نقول شغلة يعني بتوصل لمنتخب قوي بالضبط اليوم. نعم. اليوم نحن لحد الآن إذا بدنا نفكر، إذا بدنا نرجع نخرج العلاج الوحيد لنخرج من هالواقع اللي احنا فيه، اللي الحقيقة احنا عم نطلع ما قلت عم نشتر نفس أخطائنا كل مرة وعم ندور بنفس الحلقة المفرغة اللي ما في، ما رح توصلنا للنتيجة. ورح اجتمع معك بعد 4 سنين انت وانا وغيري من الناس وعلى وسائل الإعلام يطلعوا يحكوا نفس الحكي هذا اللي عم نحكيه اليوم. إذا ما رجعنا غيرنا طريقة تعاطينا مع شيء اسمه كرة قدم، كرة قدم مثل ما عم تعمل نحن اليوم، مو مطلوب منا نخترع الذرة، مطلوب منا نتعاطى مع كرة قدم مثل ما تعاطيت الدول اللي وصلت اليوم
وصار عم تقدم كرة قدم سلسة، كرة قدم محترمة، كرة قدم منتجة ممتعة، كرة قدم ممكن تعمل إنجاز. أما كرة القدم اللي نحن عم نمارسها اليوم بالطريقة وبالعقلية وبالأسلوب اللي نحن عم نعيش اليوم، هذا هراء. نحن عنا حاليا نقدر نقول عم نمارس كرة القدم بطريقة باب الحارة. جيد. على كل حال معي مداخلة على الهواء مباشرة من الزميل الإعلامي مصطفى عكو. أستاذ مصطفى كيف أحوالك؟ تحياتي زميل أحمد لك للكابتن. تحياتي. أهلا وسهلا فيك. طبعا أستاذ مصطفى عم يحكينا من جبلي، أهلا وسهلا فيه دائما وأبدا. أستاذ مصطفى، يعني أكيد الكل يتكلم عن موضوع مباراة منتخبنا الوطني واللي قدمه حتى الآن في مسيرة المنتخب، كيف بتشوف المسيرة حتى الآن؟ والله يعني طبعا منتخبنا الوطني للرجال تحديدا يعني له فترة عم يعيش في يعني مرحلة عدم ثبات، يعني عم دائما أنا ما بعرف عندي وجهة نظر طبعا ما بتحكي بالأمور الفنية، طبعا كابتن مناف أكيد هو الأقدر إنه يحكي فيها. نعم. لكن أنا عندي ملاحظة، يعني من عدة سنوات عم يصير منتخبنا الوطني دائما عم تعتمد على الحلول الفردية، يعني وقت مثلا مناف رمضان كل لاعب منتخب وطني بيبدع بمباراة مباريتين كذا بيغير نتيجة ونقول الحمد لله فاز فريقنا وكذا، يعني ما عم أحس إنه في بناء فريق، ما عم أحس إنه في أداء جماعي، ما عم أحس إنه والله مثلا عندي 7 لاعيبة مميزين بالفريق لأنه أنا بانيهم يعني وزارع فيهم الكنترول كويس واللياقة الكويسة والتجهيز البدني والتجهيز التكتيكي. لا أنا ما عم أحس هلأ من هالفترة، هلأ من فترات ماضية دائما مثلا أنا بعتمد على السومة إذا أبدع معناته فاز الفريق معناته أنا صفق وقلت أنا منتخبنا فاز، مو هذا المهم. جيد. مع مول كابتن مناف لازم يكون في عندي أنا تفكير بعقلية يعني تكون بمستوى هالأيام هذه، مستوى كرة العالم. نحن ما عم نشتغل هيك، نحن دائما عندنا أستاذ مصطفى أنت قريب جدا من نادي جبلي وأنا أعرف تماما أنت من أقوى الإعلاميين في سوريا من خلال المتابعة. نادي جبلي برأيك منذ زمن بعيد وحتى اليوم هل يعيش حالة احترافية في ظل الدوري السوري؟ والله أنا زميل أحمد أنا دائما يعني بنادي جبلة مثل كل بقية الأندية، أنا بالنسبة لي دائما أنا ضد الاحتراف الحالي الموجود، أنا ما بقبل يكون أنا في عندي رجل أو رجلين داعم أو داعمين هن اللي يقودوا نادي جبلة ولا أي نادي تاني. أنا يعني متى ما دخل المال بحلول فردية، يعني مثلا إجاني داعم معين أنا هذا عم يقدر يسيطر على الفريق، عم يقدر يعني يحاول يفرض رأيه على الخبرات النادي على مدربين النادي وبالتالي هو الحاكم المتحكم. بقى نحن من هون بنقول دائما نادي جبلة ولا غير نادي جبلة، طبعا نحكي نحن بشكل عام الداعم أنا بالنسبة لإلي أنا ضد وجود أي داعم فردي وحالة خاصة. معناها عم يأثر على الحالة الاحترافية اللي راح توصل لاعبين محليين على المنتخب الوطني، وشو طبيعي أنه يقدم مستوى غير جيد المنتخب الوطني. بالتأكيد زميل أحمد، يعني أنا يعني على إذا بدك تجي أنت على المنتخب الحالي اللي خسرنا نحن مع كوريا، أنا بالنسبة لإلي كنتيجة رقمية أنا بشوفها مقبولة 2-1، لكن بدك تجي انت تطلع على اداء الفريق الكوري وعدد الهجمات اللي راحت منه، يعني نحن الحمد لله بنعتبرها نتيجه كثير 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 كبيره انه خسرنا اكثر من هالهدفين هذول. هلا يعني ما انك متفائل بالمباريات القادمه استاذ مصطفى؟ اذا بدك تقول طبعا اذا بنقول مقياس لبنان، طبعا لبنان غير كوريا، انت لازم انت هلا لازم تفوز، انت تحت ضغط هذا ربما يعني يعطي دافع للاعبينا. لكن انا ما بعرف انا في شيء عندي قناعه، انا وقت بطلع على قياده المنتخب لا. نعم. يعني انا عندي براس قم بهرم الاتحاد الكروي او بمسيره المنتخب اللي هن حاتم الغايب عبد القادر كردغلي، انا وقت ما بشوف نتاج منهم بمسيره المنتخب الوطني او المنتخبات كافه، يعني انا هون تساؤل، يعني اذا هن ما بيقدروا يفرضوا رايهم، طبعا هن عندهم خبره ايجابيه، اذا هدول ما بيقدروا ينفعوا يقودوا او يعني يدعموا مسيره المدرب او مسيره المنتخب يعني مشكله، واذا ما اذا هن ما هم قادرين يدعموا كمان مشكله كبيره. يعني انا هذا انا عم اتفاجئ كثير كثير دائما، انا بقول عندي لانه عندي ثقه بحاتم الغايب، عندي ثقه بعبد القادر كردغلي، بس للاسف
في ارض الواقع ماني شايفه بمسيره منتخباتنا الوطنيه. انا بدي اشكرك جزيل الشكر الزميل الاعلامي مصطفى عكو، كان معنا من جبري. شكرا يا استاذ مصطفى. شكرا لك سيد. شكرا. تحياتي الزميل منى. اهلا وسهلا. شكرا. شكرا. هلا هو حكى عن موضوع اتحاد كرة القدم في سوريا، صحيح نجوم كبار لكن اعتقد الاداء غير مرضي، شو رايك؟ انا برجع بدي ارجع، انا قلت لك نظرتي مختلفة تماما للامور، مع احترامي طبعا كلام مهم اللي حكاه الاستاذ مصطفى وفي العمق يعني، انما انا نظرتي مختلفة للامور. نحن اليوم اذا اليوم الحقيقة انا ما بدي لا دافع عن اي بني ادم ولا بدي دين اي بني ادم، لانه هدول الناس هلا الموجودين اللي ذكرهم هو انوجد قبلهم يعني الأمثلة قريبة من سنوات طويلة من قريب ومن البعيد على المدى يعني ذاكرتنا القصيرة والطويلة عم تعطينا. إذا بدنا نقعد نفكر نجيب مئات الأسماء هلا اللي مارسوا القيادة وخاضوا البطولات وطلعوا بنتيجة صفر وطلعوا بنتيجة أخطاء. عم قول أنا اليوم يا أستاذ حتى نحن نترجم الحكي الفكرة اللي حكيناها بالبداية هي تغيير العقلية، تغيير نظرتنا نحن، تغيير نظرتنا لكرة القدم، تغيير تعاطينا لكرة القدم، نتعاطى معها مثل العالم اللي حول منا. إذا نحن عايشين في كهف لحد الآن باب الحارة نحن هذا اللي صدعوا رأسنا فيه، إذا بدنا نضل عايشين فيه والزعيم والعقيد هن اللي خططوا ويشيلوا بالتخطيط الارتجالي هذا الآن اللي بيجي نتيجة انفعال معين، نتيجة ظرف معين بتاخذ بتطلع القرارات وبنقعد بنجهز ونقول وبنرجع بنقول نحن بدنا نبني ونفوح ونروح على كأس العالم وناخذ كأس آسيا. لا أبدا، هذا الحكي بيكون هذا ضرب من الجنون. بتحس إنه أنا كل المنتخبات الوطنية طبعا بكرة القدم هي عبارة عن طفرة إذا حققت إنجازات 100% طفرة، لأنه إحنا الحقيقة هذا أي كلام عاقل. وين نحن وين مراكمين اليوم عم بيطلع؟ انا بدي كمان هون خاطب الاعلام، خاطب المراكز اللي بدل ما نقعد نحن نلقي التهم هون وهون ونقول ليش فلان وليش علتان وليش عمل، فكروا بشكل اعمق، ارجعوا لبلب المشكله، لاساس المشكله. اساس المشكله نحن عندنا كره قدم مشوهه عم نمارسها نحن. انا والله العظيم هذا الحكي كتبته في مقال باحد المواقع الالكترونيه من اكثر من 15 سنه، قلت الكره القدم عم تتمارس في العالم مفروض يلاقوا طريقه او وسيله او سبيل ليسموا كره القدم عنا بغير تسميه كره القدم متمارس في 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 على المستوى في العالم المتحضر. طيب خسارتنا امام ايران ايضا كيف توصفها؟ يعني عندك خساره امام ايران امام كوريا الجنوبيه والتعادل مع الامارات، كيف توصفها؟ انا بشايف الامور طبيعيه جدا جدا جدا، هذا الشيء الطبيعي استاذ، شيء طبيعي. ما ممكن كان في تحذيرات انه بالدور الثاني راح تلاقوا كثير صعوبه يا صديقي. ممكن اليوم نحن نعمل فوز على ايران مثلا، نجيبه على بكره على الاردن ونفوز عليه، فوز على لبنان بكره، ممكن نخسر. مع القصد انا انت لحتى تخطط لفريق قوي انت اليوم تفوت انت وقايل انا بدي فوت على كوريا مثلا على بدك تكون عندك معطيات انت تفوت على كوريا وتقول انا ممكن اربح كوريا، ممكن اخسر، ممكن نخسر. ما بقول انا اذا عملنا بدنا نطلع ناخذ كاس العالم، انما بتصير المعطيات بين ايدينا، بتصير الارضيه اقوى، بصير نحن التعاطي منطقي اكثر مع هيك حالات، مع البطولات الكبيره هاي. بدي انا ترجم بس قلت لك ليش انا هذا الحكي مسار بحث المفروض يكون طويل وعلى اعلى المستويات. نحن المفروض نعتبر كره القدم اذا بهالطريقه هاي منصف. نعتبر كرة القدم هي قيمة وطنية عليا، الرياضة بشكل عام وخاصة كرة القدم. نعم. كرة القدم هي أسلوب حياة، كرة القدم هي ثقافة شعب، كرة القدم هي تعبير عن مستوى الحضارة لشعوب. كرة القدم ما لعبة 11 لاعب وفريقين عم بيلعبوا ضد بعض وحكم صفر وخسرنا وطلعنا، لا، هدول 11 بني آدم اليوم عم بيمثلوا سوريا، عم بيمثلوا الأردن، عم بيمثلوا إسبانيا، عم بيمثلوا فريق معين، هدول عم بيلعبوا باسم شعب. أنت عند بتشوف فريقك اليوم الشيء المحزن، وأنا كثير ليش عم بقول لازم نحن نعطي للمسألة بعد وعمق وجداني أكثر ووطني أكثر، إنك أنت عند اللي بيلعب 11 لاعب هدول مو 11 لاعب خسروا بعد خمس دقائق طلعوا. إذا شفت فريقك أنت ضعيف في الملعب 11 لاعب، كل سوريا ضعيفة بالملعب، معناتها 20 مليون و40 مليون سوري هني معناتها عم يمارسوا الضعف. هلا كابتن ملف أنت مدرب، وإذا بنفس الوقت كانوا هني أقوياء هذا السوري الإنسان السوري قوي والإنسان السوري قوي، إنما وفروا لنا البيئة، غيروا العقلية بطريقة التعاطي مع كرة القدم. اليوم شو بيمنع؟ شو بيمنع نحن ليش لحد الآن نحن ضايعين بموضوع الاحتراف ولا عنا آلية ولا استراتيجية ولا منهجية بالتعاطي مع كرة القدم؟ ليش ما تكون كرة ليش ما نسلك مثل ما هلا حكيت أنا، مشان نكون بس نوصل فكرة صغيرة من خلال البرنامج الجميل. أهلا وسهلا بهالجلسة اللطيفة هاي المدة القصيرة، نوصل فكرة صغيرة تكون نواة، وأنا عم أطرح الموضوع بوسائل النواة لنقدر نحن نطلع من هالمأزق اللي إحنا فيه هذا اللي عم نسويه. صرنا في 40 سنة في 50 سنة. مدرب نادي جبلي، يعني أنت في الحال العادي مدرب نادي وإن شاء الله بنشوفك مدرب منتخب وطني. هلا ليش مثلا المدرب المحلي
مثل ما بيقولوا يعني بيستوطوا حيطه، يعني بيجيبوا مدرب اجنبي الاموال تتدفق عليه، شو رايك؟ انا رايي لنرجع لل يعني بدي اكمل الفكره اذا بتريد. نعم. فكره ال ما خلصت قلت لك هاي مسار بحث طويل المفروض تكون، يعني حتى نحن نطلع فائز بنضل نحكي بالطريقه نفسها استاذ احمد اليوم جيد. اذا نضل نحكي بالطريقه فلان خطئ وفلان ما اعطى وهذاك ضيع فرصه ولو المدرب عمل كذا صار كذا، لا هذا بنتعاطى فيه بعدين، هذا بصير على مستويات. لان ليش اليوم ما ندخل نحن القطاع الخاص، العالم كله اليوم نحن الكون كله صارت امبراطوريات ماليه عم تدخل تتنافس في كره القدم. ومبارح الصندوق الاستثمار السعودي اخذ نيوكاسل امبارح بقائم الدنيا وقاعد هلا في انجلترا. في انجلترا صندوق الاستثمار الاماراتي اخذ مانشستر سيتي. ليش ما ندخل القطاع الخاص؟ احنا يعني عايشين بعالم اخر غير عالم اللي عايش فيها الدول هاي اوروبا والعالم المتحضر هذا، العالم اللي عم بيمارس كره القدم اليوم اللي يا كابتن في اموال هائله هناك. لحظه ما في اموال هون. صح معك حق، صح انا ما عم اطلب ان احنا نصير نفس الاموال. شوف استاذ احمد، كره القدم اللعبه الوحيده في العالم يكاد تكون مع يمكن كره السله اللي ما بدها حدا يصرف عليها. ودول اليوم هي عم تدخل في الدخل الناتج القومي لدول كبيره وعظيمه مثل البرازيل مثلا، مثل كوريا الجنوبيه عند مثل عندها 175 لاعب محترف. شو عم ياخذوا دول عم يلعبوا في كل دول العالم؟ هدول وين اموالهم بدها تروح بالنهايه؟ بدها ترجع بلدهم. انا ما عم اطلب اليوم طبعا هي صندوق استثمار نحن نشتري حل، نبتكر اسلوب، نحن ناخذ تجربه في تجارب كثير في العالم، ناخذ تجربه لتكون تجربه المصري فرضا. تحويل او ادخال خليني اشراك القطاع الخاص في بناء في كره القدم في الاستثمار وفي في 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 التحضير وفي بناء الفرق وفي بناء كل البيئه بتغيير البيئه الكرويه كلها في البلد. والله انت يعني قلت يعني انه بحث طويل عريض، بالفعل بحث طويل ويجب بس لازم ايجاد حلول، لازم نفكر بالطريقه هاي. نحن اليوم انت بتعتبر حالك انت هلا انت شوف كره القدم هلا كنا انا وياك عم نحكي كرة القدم، إذا 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 لاعب كرة قدم محترف المفروض يكون الصحفي محترف. نعم. المفروض يكون طبيب محترف. شيء طبيعي كل شيء. المفروض يكون اللي بيشيل طابات محترف. صحيح. والمفروض يكون بيفتح باب الملعب محترف صحيح. أيضاً. صحيح. أنت وين هذا الحكي؟ بس إنه احتراف أخذنا لاعب كرة قدم أخذ له. طيب هالجزئية تحديداً كابتن مناف، بهالجزئية تحديداً أنت شفت الفرق ما بين المحترف في دول الخليج والمحترف في أوروبا بمباراتنا مع كوريا الجنوبية؟ نعم. أنا شوف المحترف في دول شوف اللاعبين بغض النظر عن التجربة اليوم حتى دول الخليج اليوم مشيت أخذت بلشت بالركب، يعني فاتت بالركب الحضاري بالركب مثل ما قلنا الاستثمار التغيير النظرة كرة الحكي مبلغ من 10 سنين و 15 سنة تمام. ايه بشوف طبعا بشوف اللاعب مختلف، اكيد عندنا لاعبين اليوم محترفين، بس انا بقول انه ما بكفينا هدول اللاعبين المحترفين، ما بتكفي لانه نحن اولا هدول اللاعبين عم يلعبوا بدوريات، يعني عدم مؤاخذه اليوم مع احترامي للدوريات الخليجيه دوريات ما غير يعني اقوى الدوريات هو الدوري السعودي لا يقارن باضعف يعني او ببعض ما بنقول اضعف كلمه اضعف ممكن تكون فيها شويه اساءه، لا هو دوري محترم وانا من المتابعين نعم. عن اوروبا يعني مثلا بس هو اليوم لا يشبه الدوريات المستوى الوسط في اوروبا صحيح فمعناها لكن عم يمشوا صحيح يعني مشوا الركب واكيد رح يوصلوا، امبارح فازوا على اليابان اكيد وممكن يخسروا ممكن انا بقول لك كمان مفروض هن يكونوا نتيجه الامكانيات الهائله الموجوده والبنيه التحتيه الموجوده والطريقه التعاطي مع كره القدم اللي بلشوا فيها المفروض يكونوا هني ابعد بكثير من اليوم من هون. نحن اذا نبلش انا بقول لك نحن نبلش كانسان سوري كانسان مبدع قادر على العطاء قادر على التكيف قادر على ابتكار الحلول قادر على مواكبه الركب الحضاري في العالم بشتى المجالات ممكن نوصله بسرعه كبيره كثير، بس نحن نفتح هذا الملف نبلش فيه على اعلى المستويات في الدوله نعتبر كره القدم هي قيمه وطنيه عليا جيد. ما بيصير نتعاطى معها مثل ما قلت لك كباب حاره كشيء استثنائي. مين في اعطيني موضوع اليوم في سوريا بنحكي عن سوريا اعطيني موضوع بيجمع كل الشعب السوري كل اللي بيفهم بالكره واللي ما بيفهم الا بكره القدم الا كره القدم صحيح. طب ليش صحيح. طب ليش نحن عم نتعاطى مع كره القدم كانه شيء سنوي كان شيء ما يلا لعبنا هالبطولة خلص روحوا على البيت لك لا يا أخي والله ليك يعني هو نداء ليس فقط من مناف رمضان حقيقة هو نداء من كل المتابعين من لاعبين سابقين ومدربين وصحفيين وإعلاميين بضرورة الالتفات لموضوع المنتخب الوطني وكل منتخباتنا الوطنية. على كل حال رح نشوف مع بعض جدول بمباريات المجموعة الأولى اللي صارت اليوم الخميس الماضي وطبعا خسارتنا أمام كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف واحد، لكن رح نشوف أيضا نتائج البقية عم نشوف على الشاشة المباريات اللي صارت يوم الخميس الماضي
أو راح نشوف أيضا ترتيب المجموعة، ما في مشكلة طبعا. ترتيب المجموعة الأولى عم نشوف إيران بتسع نقاط من ثلاث مباريات، كوريا الجنوبية بسبع نقاط، الإمارات ولبنان والعراق بنقطتين، والمركز الأخير سوريا بنقطة واحدة. كابتن مناف، يعني اليوم لعبتنا، بكرة لعبتنا مع لبنان، يعني إذا كان الفوز حليفنا والتعادل ما بين العراق والإمارات ممكن نتقدم للمركز الثالث. أكيد ممكن، واليوم يعني الحقيقة لا زالت الفرص موجودة، يعني حقيقة أنا صار في يعني لحد ما صعوبة، إنما يعني جدول الترتيب وعدد المباريات المتبقية جدا ممكن الأمور نحن نفوت، إنما يعني يعني إذا بدنا نعم. مع يعني مع معالجة حقيقة بعض الأخطاء اللي الحقيقة أكيد المحورية بغض النظر عن كل الكلام والطرح اللي إحنا كنا عم نطرحه، بدنا نتعامل مع الواقع مثل ما هو اليوم. بدنا الفوز على لبنان، ظروفه بتشبهنا، الإمارات قريب منا، العراق إلى حد ما. كابتن لبنان تعادل مع العراق ومع الإمارات، يعني عنده نقطتين. بدي أقول شغلي، أنا لبنان أنا شفت مباراة لبنان والعراق وشفت مباراة لبنان وكوريا، تابع الفريق اللبناني، فريق لبناني فريق جدا جدا متطور، عم يخسر بالصعوبة ضد كوريا الجنوبية. نعم. برجع بقول لك، برجع بدي نوي على شغلة مهمة، أيضا لبنان غيروا طريقة تعاطيه لكرة القدم، وعندك كثير تفاصيل ممكن نحكيها، بس بعتقد مو بهذا وقتها بمجال آخر مطرحها، لحتى قدروا وصلوا اليوم. جيد. لبنان اليوم فريق متطور جدا، مو مستحيل تكون لعبتنا أبدا من سالمة، وإنما ما نصعبي ممكن احنا نستغل نعم. عامل التفوق، خلينا نقول النفسي، العامل النفسي، نحن بما انه مواجهاتنا مع لبنان عبر يعني التاريخ مؤخرا يعني لصالحنا، مؤخرا اكيد، لكن السنوات الاخيره احنا بالمباراه الاخيره بالعراق كانت، فممكن الامور ممكنه جدا، وممكن بس نحن في يعني في حقيقة في 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 أنا ليش ما حبيت فوت بالتفاصيل، لأنه في كتير تفاصيل عم تصير بالكان، يعني على من حيث الأداء نحن اللي عم نشوفه اللي عم يقدمه منتخب سوريا، في كتير تفاصيل مهمة حقيقة عم نوقع فيها، عم نوقع بأخطاء بظن ما أنا يعني إلى حد ما مكشوفة ومؤثرة كتير. أعتقد المشاهد اللي عم يشوفنا الآن على حلقة بحلقة كلام في الرياضة هو مستمتع جدا، لأنه الكلام اللي صادر من الكابتن مناف هو كلام صادر عن الكل. أكيد لازم، لأنه ليش اليوم نحن وصلنا في حقيقة، أنت إذا يعني أنا اليوم بمشي بالشارع بشوف ناس بحتك بالسوق بالحركة في واصلين لدرجة من الإحباط كتير، يعني حقيقة في إحباط مؤلمة. نعم. ليش؟ في احباط، طبعا في احباط، قلت لك انا هذا المنتخب عند اللي كل الناس كل بس كل شيء بس يقول منتخب، كل شيء حط ايده حط كل شغل وكل الدنيا كلها وقاعد بيشوف المنتخب شو بده يعمل، ناطر انجاز، ناطر ريكي ضوء في اخر النفق، ناطر بسمه، ناطر لمحه، ناطر قصه هيك ترجع تنسي الام وتنسي احزان. ان شاء الله بنشوف بكره مع المنتخب اللبناني. إن شاء الله. طبعا منتخبنا الوطني راح يلعب يوم غد الثلاثاء مع المنتخب اللبناني الساعه 7 مساء في مباراه مهمه اعتقد. على كل حال رح نشوف أيضا، طالما كنا بترتيب المجموعة الأولى رح نشوف ترتيب المجموعة الثانية اللي فعلا أعتقد الفرق أو المنتخبات في المقدمة اكتسحت المنتخبات الأخرى وأصبحت في المراتب الأولى. رح نشوف مع بعض أيضا جدول ترتيب المجموعة الثانية اللي عم نشوفه على الشاشة. كابتن مناف، شوف يعني أستراليا والسعودية تسع نقاط، تسع نقاط، اليابان ثلاث نقاط، عمان ثلاث نقاط، الصين ثلاث نقاط، وفيتنام دون أي نقطة. بيقولوا إنه والله مجموعتنا المجموعة الأولى هي أقوى من المجموعة الثانية، شو رأيك؟ أبدا يعني شوف موازين القوى اليوم، نحن إذا بنحكي بصف أول لا. أستراليا، السعودية، اليابان، كوريا الجنوبية، كوريا الجنوبية، إيران، هدول بعتقد ما بيختلف اثنين انه هني بيمثلوا الصف الاول اليوم في اسيا، والمرشح يعني اللي اذا بتعطي ترشيحات بيكونوا هني بيتصدروا قوائم الترشيحات بالنسبه للفرق الاخرى المشاركه بالمجموعه، مع الاحترام للكل طبعا، وايضا تم تقسيم المجموعات على هالاساس يعني. نعم. يعني حسب مستويات المستويات يعني. مستويات الدول. فاليوم الحقيقه جداول الترتيب منطقيه جدا، منطقيه. ايران، كوريا الجنوبيه، استراليا، السعوديه، اليابان. اليابان هلا اليابان فاجاك، اليابان مو ايه اليابان طبعا، بس نعم. ما يعني ما بفاجئني كونه لسه نحن ثلاث جولات حاليا يعني. نعم. ما هيك بس مو بعدته يعني اليابان انه والله يكون مركز ثالث بالمجموعه، تمام مثلا. بالجوله الثالثه ولعب لعبتين منه خارج ارضه، ما في اي مشكله. نعم. بيرجعوا، ممكن اليابان ممكن بتمر عليه فتره، هلا هو عم يخسر مع السعوديه بهدف مقابل شيء، وخسر مع عمان ايضا بارضه يعني بهدف مقابل شيء. تمام عم خلك، ممكن نعم. الفرق الكبيره والدول الكبيره، الامبراطوريات الكرويه هاي الكبيره، وانا بدي هذا بعطيه التعبير هذا الدقيق يعني. نعم. ممكن تكبوا يعني
يعني وارد انه ما توفق. معلش اليوم وقت اللي انت يعني مثلا عندك بتتقابل السعوديه واستراليا او السعوديه واليابان، موازين القوى متقاربه جدا. نعم. فممكن تفاصيل صغيره تدفع النتيجه باي اتجاه. جيد. هذا الشيء طبيعي. بس اليابان انا بقول لك يعني بيرجع اليابان، اليابان اليابان من عندهم انا بطولة اسيا بال 89 اعتقد او 88 باندونيسيا كنا عندنا مواجهه مع اليابان، وكان اليابان خسران لعبتين. نعم. كان خسر لعبتين بالدور الاول. ف بتذكر لحد الان كان احد الصحفيين اللي الاندونيسيين اللي كانوا موجودين او ما بعرف من اي دوله يعني بصراحه. نعم. عم نحكي بنتناقش هيك ببعض الامور وفي جلسه يعني هيك بالريسبشن، فبيقول لك انه هدول اليابانيين لحد ما جابون هدول ما بتعرف امتى بيطلعوا لك من وبينتفضوا يعني ما بتعرف امتى. نعم. بتتغير الصوره كليا. لو هن يعني لو عندهم لو عم يلعبوك بسبع لاعبين ممكن يفاجئوك باي لحظه، فممكن يرجعوا باي لحظه. عندهم العقليه هاي، المينيتا اللي هاي موجوده عندهم. على كل حال ايضا راي المغتربين خارج سوريا، طبعا هم ابناء سوريا عندهم اراء مختلفه بالنسبه لمنتخبنا الوطني. راح نشوف الفيديو الاول ايضا من المانيا ونرجع نشوفه مره ثانيه. تفضل. كلام في الرياضة يسعد أوقات متابعينك. تحياتنا للكابتن مناف رمضان ضيف البرنامج بحلقة اليوم. مباراة سوريا وكوريا كانت كتير إلى إيجابيات وإلى سلبيات، صحيح طغت السلبيات على الإيجابيات، ولكن للسلبيات كان إلى نقاط لصالح المنتخب الكوري. لو عدنا قراءة المباراة كقراءة فنية، كمعطيات مدربين، ك جاهزية منتخب لخوض غمار البطولة. مدرب الكوري 3 سنوات صلوا مع المنتخب، مع منتخب بلاده. نحن مدربنا ما له يمكن فترة قليل كتير قصيرة مشكور على هالأداء اللي قام فيه. فخلال هاي الفترة قدر يعمل نوعا ما تشكيلة ثابتة. كل الشكر للمدرب نزار محروس انه عم يخوض هاي التجربة اللي هي كتير صعبة. فنحن كجمهور علينا أن نكون متعاونين لأبعد حد بهذا الموضوع. ما نغيب عن أذهاننا المنتخب الكوري هو أحد المرشحين للانتقال للنهائيات المباشرة. أمننا بمباراة منتخبنا بالمباراة القادمة مع المنتخب اللبناني. طبعا هي ما رح تكون سهلة، ما رح تكون سهلة لعدة عوامل، وأهمها أنه المنتخب اللبناني عنده مدرب يجيد قراءة المباراة وبيسير المباراة للشيء اللي بده إياه هو. فهذا الشيء كتير لازم لاعبنا يحطه بحسبانه، وحتى جهازنا يحطه بحسبانه أنه المدرب عنده قراءة للمباراة. نحن ما خوفنا من المنتخب اللبناني، ولكن علينا أنه نعرف قراءة المدرب اللبناني ولوين عم يسحب المباراة. فنيا لاعبنا نحن فينا نقول أفضل من اللاعب اللبناني بكتير. فأنت يا لاعبنا اليوم أملنا وأنت بسمتنا، بتمنى التوفيق لمنتخبنا بمباراة المنتخب اللبناني. من خلال هاي الكلمة دعائي بالتوفيق للجميع وشكرا لكم. طبعا شكرا للكابتن وائل حسن وهو ابن نادي جبلة. أيضا كابتن وائل حكى شوي يعني على هذا الموضوع، حكى رأيه بالمباراة مع كوريا. ايه حقيقة يعني شوف نحن اليوم لازال انا طبعا تحياتي يا اخي وائل لازلنا يعني لازل تعطينا اسا يعني لازل تعطينا بترجع اسا كمان للفكرة الاولى تعطينا بطريقة عاطفية اسا مع يعني مع هالملف هذا، ملف يعني تصفيات كأس العالم حاليا وملف كرة القدم بشكل عام يعني لعبي الى البعد الاجتماعي هذا الكبير الموجود اليوم على الساحه. في المشكله في يعني خلينا نفوت في العمق حتى في تحليلنا اليوم. اذا بدنا نتعاطى انا بدي اتعاطى مع الواقع، لا بترك موضوع الاستراتيجية البعيدة المدى هاي اللي حكينا عليها في البداية وتغيير العقلية وطريقة تعاطينا مع اللعبة. اذا بدي ارجع اتعاطى مع الواقع اللي احنا فيه اليوم، في اخطاء كارثية عم تصير انا ما بدي والله العظيم ما حابب يعني فوت بالتفاصيل كثير لانه انحكت كثير وكذا، لكن يعني انا نظرتي يعني نظرتك يعني نظرتي مع الاحترام. نعم. للكل ولكل شيء حدا عم يقدم اي يعني جهد في اي مجال في اي اتجاه.
عم بقول في مشكله يعني في شيء على مستوى استراتيجيه الفريق لحد الان ما شفت انا شيء ما يعني ما قدرت اقرا يعني هويه واضحه لفريقنا شو بده يلعب يعني شو اليوم هو انت انا بدي شو سببه شو مثلا بدي دافع انا اليوم مع 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 عم بلعب مع فريق مثل ما قلنا فيه فارق كبير بالامكانيات بينه وبينه مثل فريق كوريا الجنوبيه او ايران طب شو لازم اعمل انا هون شو يعني شو شو الخطه شو شو الفكره اللي بده اياها المدرب شو الطريقه اللي لازم انا اقدر اتعاطى واطلع يعني بنتيجه ايجابيه مع هيك فريق بيتفوق علي في كتير قصص وفي كتير نواحي ما قدرت اقرا هذا الواقع لا اقدر اشوف عن فريق عم يدافع بمنطقته ولا اقدر فريق عم يضغط الخصم في منطقه الخصم عم يعمل عليه ضغط في المنطقه الدفاعيه ولا اقدر فريق عم يدافع عم دفاع منطقه ولا اقدر تشوف دمج في كل هذول العناصر الطرق هلا كنت عم تحكي على مباراه كوريا الجنوبيه ولا المباراه كلها كل المباريات بس انا عم بقول المباريات القويه لها يعني عم بحكي كل مباراه لها يعني استراتيجيه ولا يعني تقريبا لها الدراسه التكتيكيه تبعها انما بحكي على بشكل عام بشكل عام ما قدرت اشوف المنتخب السوري لحد الان ما قدرت اشوف هويه واضحه المنتخب السوري ما شفت تقدر شوف شخصيته وين هي في الملعب شو عم شو بده يعمل شو بده يسوي ما قدرت شوف الـ يعني اذا بدنا نفوت على تفاصيل ادق كيف طريقه انا اذا بدي دافع عمل دفاع منطقه امام فريق قوي مثل كوريا الجنوبيه او ايران مثلا كسر التحول بالدفاع للهجوم لا اقدر اعمل هجمات مرتده فعاله واقدر اخطف اهداف واقدر اطلع بنتيجه ايجابيه واردي هاي التكتيك متبع في في في, في, في معظم دول العالم تكتيك كلاسيكي في كره القدم يعني موجود انما وين الاليه لتنفيذ هذا التكتيك ما شفته وين اللاعبين اختيار طريقه اختيار اللاعبين اللي قادرين ينفذوا هذا التكتيك كمان ما شفت طريقه اللعب هل ترى ان طريقه اللعب لازم تكون واحده بكل مع المنتخبات الثلاثه وقت بشوف فريق قريب مني فنيا موازين قوى الى حد ما متعادل بيني وبينه او متكافئه بنزل فيه بنفس التشكيل مع ايران بنزل فيه مع كوريا الجنوبيه بنزل فيه بكره مع الامارات او مع العراق جيد خلينا نسمع راي ايضا من احد ابناء الوطن سوريا في المغترب نشوف الفيديو ونرجع تحياتي لك استاذ احمد ولضيوفك الكرام لم اقتنع بمباراه المنتخب السوري والكوري واذا بدنا نقارنها امام الاماراتي او الايراني كانت هي المباراه الأسوأ كره القدم عباره عن اربع حالات حاله الدفاع الهجوم الانتقال من الهجوم للدفاع والدفاع للهجوم للاسف الموت الفريق السوري لم يكن مقنع نهائيا بالاربع حالات بالمنظومه الدفاعيه لم نكن مقنعين لم نخلق المساحات كما ذكر بعض المحللين بالعكس كان في مساحات كثيره والسبب هو الخط الامامي اللي هو تالف من العمرين المواس والفهد اليوسف كان في مساحات اللي ساعدت لتمويل الخط الأمامي والثلث الأخير للفريق الكوري بفرص وهذا دائما بس يكون في ضغط على الخط الخلفي أكيد حيكون في أخطاء ومن هاي من الأسباب اللي نحن دائما المنظومة هاي إلى الآن من مباراة إيران لمباراة إمارات آخر ربع ساعة تحديدا منظومة بحاجة لعمل أكثر لأنه فيها مشاكل فيها مساحات لأنه دائما حتى لو انتهت النتيجة 1-0 للفريق الإيراني أو 1-1 مع الإماراتي أو 2-1 كانت النتيجة حتكون أكبر من هيك وبتمنى يكون في فرص محققة ببراعة كابتن إبراهيم عالمي وقت بتصدى لهم أو العارضة أو الفرص برعونة المهاجمين هاي بتعتبر فرص هدف يعني بدل ما تقول 1-0 معناتها أو 2-1 بدها تقول 4-1 أو 5-1 هي تعود لي مو بس ما فينا نلوم الكادر الفني بدنا نلوم اللاعب للأسف اللي لمسته الأولى يفتقدها نحن نجوم على مستوى غرب آسيا بس لمستنا الأولى غير مؤهلة لتلعب لا بالدوري الياباني ولا بالدوري الصيني ولا حتى بأوروبا تحديدا اللمس الأولى كتير مهمة لللاعب وهذا ما يميز اللاعب المحترف الأوروبي أو اللاعب المحترف على مستوى أوروبا أو مستوى المنتخبات العالمية واللاعب العادي اللي مثلنا مثل غرب آسيا بدنا نقول مع احترامي لكل الفرق تحديدا مباراتنا أمام لبنان بس نقول كلمة ديربي حتكون مباراة صعبة أحيانا التوقعات الورقية ما بتزبط لأنه هي مباراة ديربي فريق اللبناني تلقى هدف نحن تلقينا 4 فريق اللبناني معنوياته حاليا عالية خاصة بعد مباريات صعبة أمام الكوري أمام الإماراتي أمام العراقي وأخذ نقطتين مهمين من الفريق الإماراتي والعراقي وخسر مع الكوري لديه حارس متميز الطريقة الوحيدة للفوز على الفريق اللبناني هي عن طريق الكومبينيشن بلاي يلي هي لازم تكون جمل تكتيكية مدرب عليها وتفاهم بين الخط الوسط وخط الهجوم للفريق السوري كل التوفيق لنصر القصر طبعا أنا بتشكر الكابتن صافي عيوش وهو مدرب طبعا عم حكينا كان من أستراليا وليس من ألمانيا كل تحية للكابتن صافي عيوش كابتن سمعته
لصافي اعتقد كان تحليل نقاط مهمه حكى فيها صافي يعني. ونحن ذكرناها بالعموم يعني انا ما قلت لك بدنا نفوت بالتفاصيل، نحن ذكرنا العموم، انا وين استراتيجي وين شخصيه الفريق، طبعا كان ذكر هو التفاصيل بعض التفاصيل يعني، وفينا قلت لك نحكي للصبح والتفاصيل اليوم اللي بدنا او الاخطاء، لان ما بختلف انا كثير كلام مهم اللي حكى طبعا وفي العمق يعني نعم. انما بدي اختلف معه بشغله واحده، انه احنا ما فينا نلوم الكادر التدريبي، فنلوم ان نحمل مسؤوليه تكون مشتركه على اللاعبين ابدا ابدا. انا دائما دائما التعويل دائما على بقره انا الحاله الفنيه لاي فريق من شخصيه المدرب، انا بشوف المدرب بشوف افكار المدرب على ارض الملعب صحيح. وعندنا اليوم لاعبين، انا بدي اقول شغله مهمه، هلا هو بجوز قال انه انا ما بلوم الكادر او المدرب لانه بجوز لا قال بلوم بس قال انا لا كان في اختلاف فقط. اختلاف بموضوع الاحتراف ما بين اوروبا لا لا اقول لك نحن اليوم يعني قال هو بجوز التسجيل هي المسؤوليه حقيقه نعم. مشتركه يعني منطق صحيح. المنطق نحن نكون المسؤوليه مشتركه، انما اليوم نحن بالواقع بالحال اللي شفناها وبوضع انا اليوم اللاعبين نوعيه اللاعبين الموجوده عندنا اليوم قادرين احنا نعمل قادرين نروح بعد من هيك ضمن الواقع اللي احنا فيه، عم بقول انا ما بدي اقول نحن نتاهل نفوز مشان نعم. ما اكون متناقض مع نفسي يعني نعم. تمام، اذا بدي اكون منسجم مع نفسي ومع الافكار اللي طرحناها نقول نحن في الواقع اللي احنا فيه في دول قريبه علينا الى حد لا زالت عم تعيش الى حد ما حالي قريبه من العشوائيه والارتجاليه اللي عم نعيشها نحن في كرتنا نحن تمام انما في نحن اليوم في شغله مهم، في نوعيه لاعبين عندنا مقبوله جدا، في عندنا ما فينا نحن ننكر ابدا نزل مستوى لاعب بمباراة زاد مستوى شوي كذا ما كان موجود بلحظة معينة ما في مشكلة، بس ما بين هذا ما بينتقص من شخصيته، هذا ما لا يلغي انه هو لاعب مميز ولاعب قادر يكون حاسم، والدليل عمر خريبين في المباراة الأخيرة انا بدي اقول شغلي عندنا ثلاث لاعبين اليوم يعول عليهم وعامل قادرين انه يفارق مع كثير فرق، واحد منهم اخذ احسن لاعب في اسيا، واحد عمر خريبين نعم احسن لاعب باسيا عمر سومة من احسن لاعبين ومطلوب في كل الاندية وانطلب باوروبا، وفي عندك المواس وعندك بعض اللاعبين الاخرين، عندك العثمانيين اللي عم يلعبوا واحد منهم عنده لاعبين قادرين معناته يعني معناته في نحن اليوم اذا يعني اليوم احنا مشان انا احدد كون منطقي بطرحي بتحميل المسؤوليه يعني اليوم اذا بدي احمل المسؤوليه لا الجهاز الجهاز الفني لحد اليوم قلت لك ما قدر يرسم استراتيجيه ثابته نقدر نتعاطى من خلالها مع مباريات قويه بحجم المباريات اللي عم نخوضها ولا في مباريات متوسطه بحجم المباريات اللي بدنا نخوضها تمام، فانت اليوم عند لحتى يعني تطلع تقدر تطلع باحسن صوره ممكنه ضمن الواقع هذا ضمن المجموعه هاي اللي قلت لك ممكن لا زال ما فات علينا شيء، ممكن المركز الثالث يكون انه ممكن حتى نروح ابعد من هيك، انا بتسرعي طبعا انما ان شاء الله ممكن اقول ما بشي ممكن في الحياه في طفرات وفي مفاجات. هلا ما ضل غير دقيقتين كابتن مناف ما شاء الله يعني الوقت ادركنا قلت لك انا ملف طويل يعني هذا وكبير وبده يعني وقت كثير طويل جاي. هلا هو على كل حال الدوري راح يرجع يوم الجمعه القادم، راح نشوف مع بعض جدول مباريات الدوري المرحله الخامسه يوم الجمعه القادم، طبعا المباريات راح تكون على الشكل التالي راح نشوفها على الشاشه، تشرين راح يلعب مع الوثبي وايضا جبلي مع افرين وحاطين مع الكرامه، لكن نرجع ايضا راح نشوف هذه الجدول ايضا مباريات الغد بالنسبه للمنتخبات الوطنيه ايران مع كوريا الجنوبيه، سوريا مع لبنان الساعه 7 المساء، والامارات مع العراق. طبعا هي الموضوع المنتخبات الوطنيه خلصنا منها، لكن اذا في الجدول الدوري السوري لكرة القدم ومباراة المرحلة الخامسة، سؤال قبل ما يعني نختم قبل ما نمشي أيضا بالدقائق المتبقية، مناف رمضان لماذا ابتعد عن تدريب نادي جبلي؟ بنص دقيقة ابتعد عن تدريب نادي جبلي لأنه البيئة مو بس في نادي جبلي، البيئة الكروية بيئة عشوائية، بيئة ارتجالية، بيئة لا تمت بصلة لكرة القدم عم تمارس على مستوى العالم، أنت اليوم مدرب كيف بتعين؟ بنفس أرجيلي وفنجان قهوة على شيء قهوة بتعين المدرب بينشال وبينحط، هذا مو فيها المدرب معايير خلينا نقول المعايير اللي بتقيم من خلال وين التقييم؟ تقييم انت وين؟ مين عم يتقيم؟ المدرب بيفشل مره وتنتين وثلاثه واربعه بتلاقيه عم يلف على الانديه بقدر بقول لك انا التعيين لا اختصر لك الفكره كمان المؤلمه هاي اللي انا يعني اذا بدك احكي لك ثلاث ساعات ثواني بس معك ثواني شو يعني مدرب كره القدم باوروبا وكيف يتعاطوا مع مدرب كره القدم؟ والله هذا بحث طويل مين هو مدرب كره القدم؟ لازم تيجي انا من هون ما بقدر اتعاطى مع اي ما صعب كثير تقلم معي البيئه، بقول لك انه معايير تعيين المدربين هي بقدر ما بيعطي دانه بقدر ما بيكون مطيع للي بيبيع قهوه وللي بيبيع شاي وللي بيجيب كنزات وللي بيعطي الرواتب ولل ولقدر ما بيكون ايضا له علاقات مع السماسره والمروجين اللي بدهم بس بيهمون ياخذوا الكامليرا بقدر ما بيقدر يتلاعب بانه يوقع لفلان ويشيل علان ويحط فليتان يجيب لك لاعب ويشيل لاعب
يلعب على كيفه، يكون الملعب مفتوح. هاي معايير تعيين مدربين عنها، لا هيك مناف رمضان مو موجود لا بنادي جبلي ولا راح يكون موجود باي نادي ثاني. والله اختصرت فورا يعني راح نشوف الا اذا تغيرت طبعا البيئه وتغير طريق تعاطي. اوكي هلا راح نشوف مع بعض جدول المباريات المرحله الخامسه من يوم الجمعه القادم، راح نشوف على الشاشه طبعا أول المباريات: الاتحاد مع الحرجلة في حلب، الجيش مع الشرطة، الفتوة مع نواعير، جبلة مع عفرين. هنشوف الجدول الثاني. طبعا أعتقد هي سهلة على فريق جبلة كابتن مناف مع عفرين اللي عم يتزيد الترتيب حتى الآن. يفترض يعني يفترض تكون يعني ما ننتقص احنا من قيمة فريق عفرين، كمان فريق صاعد. أكيد لا أكيد يعني عفرين عم يعني يقدم أداء كبير في ظل يعني شح مالي وشح كل شيء. يعني الموازين القوى أكيد ترجع لها. هلا الكرامي وحطين الطليعة والوحدي وتشين والوثبي، يعني أيضا مباريات مهمة كابتن مناف. أكيد أكيد مباراة يعني على كل حال انا اكيد مهمه جدا. لكن سؤال اخير يعني الاهم من نقدم شيء نحاول نطور حالنا في البلد، هذا اهم من هلا. سؤال اخير لكن معك ثانية واحدة بس تفضل. على كل حال، هل استفاد عمار رمضان بذهابه الى اوروبا في العمليه الاحترافيه؟ اكيد اكيد استفاد عمار، لازال عم يخط طرقته، وهذا امر جدا جدا صعب انك تروح انت. انا اليوم كثير ناس عم تعرض لهذا السؤال لو بدي على السريع، بس مهم كثير انك سالتني وبتمنى كان في مساحه اقدر اشرح. عمار انك تطلع انت من سوريا وتبدا باوروبا، هاي تطلع من هذا ضرب من المستحيل. نعم. تبي انك تطلع انت من المغرب ومن مصر وتبدا باوروبا كمان ضرب من المستحيل. تبي ايش قد الفارق بيننا وبينه؟ فمعنى الحكي عم يحاول وعم يصارع وعم يكافي وعم يطور نفسه وعم يشتغل وعم يعني يتعرض لبعض النكسات احيانا بالنتيجه هو فورا انه يعني الصوره النمطيه اللي اخذينها عن اليوم الوضع للاسف عمليه تغيير يعني نمط الوضع اللي احنا اخذينه عن السوري اليوم كونه احنا بالازمه هاي اللي باوروبا تعرف انت الواقع هذا. ونتيجه كثير القصص طبعا عم يعاني لنا ما هو على الطريق الصحيح، وان شاء الله ان شاء الله بده يعني شوي وقت باذن الله راح يمشي وراح يكون وراح يخط طريق ان شاء الله ايضا ل الكثير المواهب موجوده. وقلت لك بس نحن نقدر نتعاطى بطريقه محترمه، نقرب نوفر الامكانيات جيد والارضيه لنقدر نطلع نجوم. رح نطلع نجوم مثل عمار وغير عمار ويطلعوا باوروبا وبغربه، وهذا سبيلنا الوحيد لنقدر نوصل لمصاف الدول المحترمه نقدم كره قدم محترم. والله يعني لو لي خبر يعني كنا مدينا الحلقه شي ساعتين ثلاثه هيك كابتن مناف. والله على كل حال يعني مواضيع كثير مهمه كانت بحلقه اليوم، ان شاء الله راح نستفيد من كابتن مناف ايضا بالاسابيع المقبله ايضا بتحليل مباريات منتخبنا الوطني. انا بتشكرك جزيل الشكر الكابتن مناف رمضان، شرفتنا لاعب منتخبنا الوطني ولاعب نادي جبل السابق. اهلا وسهلا فيك كابتن مناف. اهلا وسهلا، تحياتي لك استاذ احمد، شكرا كثير على الاستضافه. اهلا وسهلا فيك. طبعا كل الشكر لزملائي في حلقه اليوم، وشكر خاص ايضا لكل الجمهور اللي عم يتابعنا كان على في حلقه اليوم. كلام في الرياضه لينتهي، الى اللقاء.